يعني انت تظلمني وانا ما كل من ينتمي للرياضة والكرة السعودية متعاطف مع نادي الوحدة مش لأي سبب، بسبب أنه واضح للعيان أنه هناك ظلم جلي وما له أي مبررات أو مسببات مقنعة حتى أنه الشخص اللي طبق عليه القرار يقبله، سواء لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالقانون. أعتقد أنه اللجان اللي اجتمعت واللي يعني طلع عن طريقها القرار كان في أشياء كثيرة غريبة. على سبيل المثال، أنت تسمع أنه القرار بناء على اجتماع رؤساء اللجان، أغلب رؤساء اللجان الآن اتضح للناس كلها أنهم ما هم مع القرار، إذن مين اللي له مصلحة أنه يتكلم ويقول أنه والله هذا القرار مبني على اجتماع رؤساء اللجان وبالتالي هم كلهم صادقوا على القرار؟ الآن عندك مثلا الأستاذ محمد النواصر، تقدر تروح تسأله، من الناس اللي ذكروا أنه هو مؤيد للقرار وطلع هذا غير صحيح. الأستاذ ناصر الحمدان طلع في التلفزيون وأمام الرأي العام وذكر أنه ما كتب كلمة تعمد. يعني كل يوم عن الثاني بتتضح أشياء جديدة أنه في سر عجيب غريب للرأي العام وراء ظهور هذا القرار. ما أبغى أحمل اللجان أكثر مما تحتمل الآن، لأنه يمكن الوسط الرياضي كله اليوم، يمكن أنت سمعت قرار صدر من صاحب السمو الملكي الأمير نواف بخصوص الأستاذ فيصل عبد الهادي، كان قرار بسبب الأخطاء اللي واضحة للعيان في بعض اللجان المتواجدة في الاتحاد السعودي، اللي سببت إرباك كبير للرأي العام وللناس، وأصبحوا الآن يعني أكثر، تخيل أنت الموسم الحالي أكثر موسم في الرياضة السعودية يحمل الكثير من الجدل. ثق وتأكد الوحدة باقية في الممتاز، سواء عن طريق الاتحاد السعودي أو عن طريق الفيفا، الطريق اللي كلنا ما نحب أنه نوصل لي، لأنه هذا يدل على أنه في أخطاء من بعض اللجان. لكن إن شاء الله كلنا ثقة في الأمير نواف بن فيصل أنه يصحح الوضع اللي موجود. يعني تخيل أنا تقريبا بعد 20 يوم زواجي، وتخيل وضع الوالد وكيف أنه راح يكون معانا، يعني عدة أشياء أنا أسأل فيها ووجه عتب لبعض رؤساء اللجان اللي كانوا وراء القرار، ما كانوا يفكروا أو يعملوا حساب إنه إذا أصدروا قرار بهذا الظلم وهذا الإجحاف إيش ممكن راح يكون تبعات هذا الشيء على الأشخاص. ترى الآن اللي ظاهر للناس فقط جمال تونس اللي هو الوالد، إيش اللي حصل له؟ لكن ترى أكثر من مشجع وحداوي وعضو شرف وحداوي مر بوضعية تقارب ما مر بالوالد، ولكن أسأل الله العلي القدير أنه يشفيه وأنه يقوم بالسلامة ويكون إن شاء الله متواجد معانا في الفرح، وإن شاء الله حتكون الفرحة فرحتين، وأذكري بقاء الوحدة في الممتاز وإن شاء الله الزواج وشفاء الوالد الثالثة نسيت.